رجعنا من جديد في سبور ميكس نحكي على التراجعية الرياضي التونسي والآخر الأخبار تقريبا بالنسبة كما قلنا بنسبة كبيرة لكن اليوم تأكد الخبر تقريبا بنسبة 100% أو 100% خلينا نقوله تم التخلي انا ميغيل كاردوزو في انتظار اتمام الاجراءات نتاع فسخ العقد مع مختار خلينا ناخذ رايك في الموضوع هذا وباش اكثر تفاصيل بعد شويه على اخر الاخبار بخصوص المعوض بخصوص الطريقه نتاع فسخ العقد هل هو احسن ديسيزيون اليوم كاردوزو اللي تقريبا منذ شهر كنا نهلو ونمجدو فيه اليوم معناتها ثلاثه ولا اربع نتائج سلبيه بدلت المعادله في التاريخ هو على مستوى الشخصي لعمري هللت ولا ما أيه، صحيح،, صحيح انا من انا شاهد صحيح بالموسم ضد <applause> طول انا من الموسم اللي فات قلت راه مدرب فارغ فاش فارغ يعني الحقيقه ما الفريق يلعب على القاب ما يعني مدرب يلعب يعني في الدرجات السفلى ولا باش يلعب يعني البلوك با ترجي عنده كيما نقولوا الكولتور نتاعو يحب الانتصارات والحقيقه نقول يمكن القرار بتاع شوي نورمالمون هو خاطر كي وقع التقييم يعني في المرحله نتاع الموسم اللي فات. شويه وقتاش يكون؟ <applause> هو شنو هو, كوقت خطر هو كوقت خاطر هما حتى مسؤولين الترجي ما كانش فما قناعات كبيره به راه حتى كي يعني في ال كانوا به والدليل لا, لا والدليل جدوا له عقده معناه تو نقول لك هو شنو هو صار؟ هو كان كوقتك كي عملوا معاه لي ريونيون شبيك علاش قال نقسم لعبي جابوا له لعبيه تو الحقيقه الترجي زاد لهنا حتى بخلف كاردوزو زاد فما ملاعبين الكل انترناسيونال الكل قاعده تلعب ديز انترناسيونال نورمالمون حتى ما عندكش اونتر نربي لازمك تربح زاد لهنا ما شفنا شيء حتى تو حملنا المسؤوليه لكاردوزو 100% وانت بليلي وما نعرفش انا ومرياح وتوقي هذوما كلهم وتقاوم مش كلهم قلنا حتى البارح بعض البونتوات <applause> فما اخطاء فرديه مثلا بونتو بن حميد على الستاد بليلي اضافه كانت منعدمه خلينا نقولوا في المقابلات <applause> الاخرى اللاعب كيف كيف مستواه عالي لكن اضافه مفقوده خاطر شوف انا نتصور فما دي كونفلي وقت اللي تكون فما دي كونفلي لعبية مش متفاهمين اكيد باش تكون هذاك هو الروند في لكن انا تو سالتني سؤال يعني انا نقول ابطال حقيقه القرار على خاطر شفنا من سالتك ما جاوبتنيش قلت وقتاش كان لازم يكون اتخذ والله انا في شخصي مم. يعني وعلى فكره اسلام راه نرجع حتى من الم الموسم اللي فات انا في الوقت اللي فات الموسم كان تنهي العلاقه نتاعك ويمشي على نتائجه نتائج ايجابيه فيش نتائج نهائي هذاك ايجابيه هو, اللي خسر فهمتي الترجي الاهلي من, من اضعف النسخ اللي كانت عم يعني انت ما كان حد يتوقع انك توصل زاد الفينال هو عاد وهو ربحك في الكاف دو فينال وهو ربحك في الدومي فينال وانت نسيت الناس الكل كيفاش خذا الفريق في جام ما نبداوش الذكريات نقصيره معناها كي خذا الفريق اللي هو ترجي مولو في جام في بعض بعد شفنا الفريق قاعد يتحسن معناتها باش ما نكونوا حقانيين معاه زاد السنا حاجه اخرى اوكي معك. ايش فما جديده وحتى كي جابوا الانتدابات هما بيدهم اللي كان يلعب الموسم اللي فات مع اولو بار اكزومبل اللي جا مع هو جاب بوكيا فشل زاد ما من نجحش ما هو جابهم اللعبيه الكل هذوما هو اللي جابهم راهو انا نحكي شوف ما نحكيش على ماتش ولا اثنين ولا ثلاث انا نفكر في الكونسيبت نتاع كادوزو نجح وقت لعب ببلوك با مع سان داونز وكانتر صحيح لكن الترجي مش هذا الترجي الحقيقه تحكي انت على تروا ماتش بار اكزومبل متلوي ولا ستاد وتو فهمتي الخساره الاخيره مع جرجيس انت من اول العام الامور مش ماشيه راهو حتى في البريباراسيون ماهيش ماشيه الامور برشا انتقادات برشا ملعبية كي معتز الدام تو مثلا معتز كان البرة جيت لعبوا طول بوغر اي نحكي لك يعني بوغر يعني كي تحب تحكي ما تحكيش على كونسيبت برك نتاع دو جو نتاعو تحكي حتى في الجيستيون نتاع الملعبية نتاعو يعني هذايا الكل باش يوريك اللخطه اللي وقع فيها هذا كاردوزو ولذا انا قلت ونعاود راهو نورمالمون الترجي خذا قراره وقت اللي في السيف ولقى الوقت نتاعو باش يجيب مدرب اخر تقول لي انت يا اخي يعرفوا هما هم راهو جماعه المسؤولين تاع الترجي انه وكانت عنده انتقادات كبيره ومش راضيين على الخدمه نتاعو هو طلب برشا ملاعبيه على اساس قالوا ما انا تحبوا نبدل الستيل نتاعي والكونسيب تاعي جيبوا لي ملاعبيه تصور انت الملعبية اللي جاوا ورا كلهم ديز انترناسيونال راهو الترجي ما يقل على تسعة لاعبين يعني يلعبوا في المنتخب يعني وحدهم يربح للدرجه هذيا التوظيف غلط تذكر زاد ماتش سليمان مش هذا مبارك راهو سليمان اللي غلط فيه المميشه شكل غلطه هذيك مع وعاود رجع يعني بعبد كوناتي شوف انا الحقيقه انا نورمالمون الترجي حق وخذ القرار نتاعو من السيف وقت فات الشامبيونا الناس اللي تفهم والناس اللي تعرف نورمالمون توفى العلاقه التعاقديه معاه وشوفوا يلقاو الوقت باش يشوفوا مدرب انت طب. قلت مدرب فارغ كلامك تو قلت المدرب خاطر خاطر قريت تعليق والله مهم الموضوع اللي آه. قالوا يعني. وفي محله ام دي تي هكا الاسم كاتب يقول كان جاي كاردوزو تونسي شكون يتجرا يقول مدرب فارق بون عندنا شويه نحنا في تونس من المحللين انه كي يبدا اجنبي نعرفوا فيه كي تونس نحسبه نحسبوا نحسبو صاحبنا ونتلقوا به نعرفش الكلمه حسيتها اكزاجيري شويه مثال مثال نقولوا فرق بطريقه اخرى من م. اكثر واحد اللي طلع ساعه الموضوع هذا كاردوز وانا الموسم اللي فات مش تو انا قلت خرج لي اللي, اللي قلت عليه باهي يعني انا من الموسم م. اللي فات وقت اللي كان يعرف في نتائج قلت راه عليه برشا انتقادات على الكلمه على الكلمه نتاع <applause> لا لا مش فارغ نحن الكونسيبت نتاع كاردوزو بار اكزومبل كان يشد بيجا تو ينجح بها يشد السيابين ينجح بها يتناسب مع مليو تابلو يحب يكنتر ما يفرقش على المدربين التوانسه نتاع اللي يعرفوا يسكروا صح فوالا هذا ولكن الترجي مش سكر الترجي سمحني مع احترامي الملاعبيه مع سليمان ومتلوي باش تلعب في رادس تقعد تالي وتستنى حتى تكنتر <applause>